جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، ما حكم نتف الحاجب للرجل؟ وهل حديث الناقصه يشمل الرجال ايضا؟ جزاكم الله خيرا. ما يجوز للرجل ان ينتف الحاجب، لانه تشويه وتمثيل، تمثيل للشعر وتشويه للوجه، والله جعل الحاجبين جمالا للوجه ومنفعه للانسان، وفي جزئنا في حلقهما أو نتفهما تشويه للوجه، لكن النص إنما ورد في النساء لعن الله اللامسة المتلمسة، لأنهن يغلب عليهن هذا العمل، هذا من باب الغالب، لأن هذا في الغالب أنهن عمل النساء يقصدن التجمل به، مع أنه تشويه وليس بتجمل، وإذا فعله الرجل فإنه لا يجوز له هذا.